قطاع التكوين المهني والتمهيد المستقبليه اقدرنا نحصلوا على من خلال مقاربه من المؤسسه الاقتصاديه زوبيراتور ايكونوميك اللي هما اهتمامك المباشر في الدول منذ قدوم رئاسه الولايه. احتياجات المؤسسه الاقتصاديه وبوليس كيلوغرام هي لي بوست ايكونوميك كوم زوبيراتور ماشينيست اندستري. قدمنا الشغالات تاعهم للجميع عبر الزيارات الميدانيه اللي نقوم بها عبر الوكالات المحليه. هناك مستشارين في التشغيل يقوموا بزيارات وخرجات ميدانيه يوميا للمؤسسه الاقتصاديه، يقوموا بعمليه جلب عروض العمل لاكور تاع ريزوف دونتوا ميم طون بريكيباسيون ماتيير دو لومبرو، يعني كان سون لي بيزوان يكون لي بريفيزيون دو ريكروتمون تاعهم سواء في الماتيريال في الماتيريال كاميال، ويجيبوهم يقدموا اللي عندنا احتياجات تاعهم. هنا اولا المتابعه تاع الخريج التكوين المهني او خريج الجامعات والمعاهد. هناك عندنا مستوى الوكاله الوطنيه في النظام المعلوماتي يسمى النظام الوسيط مربوط بالشبكه الوطنيه للجزائر 48 ولايه، يتم تسجيل طالب العمل هذا سواء خريج جامعه او معهد او تكوين مهني على مستوى نظام معلوماتي يضمن جميع المعلومات تاعو المؤهلات تاعو العلمي تاعو الحالات تاعو الشخصيه والمهنيه، يقوم بمقاربه اليه بينه وبين المؤسسه الاقتصاديه. يعني مجرد نسجل عرض العمل على مستوى الوكاله الوطنيه للشباب في اي ملحقه محليه على مستوى اي اقليم يتم تشخيص البطاقيه لاباز دوني يعني البطاقيه تاع الوكاله الوطنيه للتشغيل سواء على المستوى المحلي على المستوى الولائي على المستوى الجهوي او على المستوى الوطني لتلبيه احتياجات المؤسسه الاقتصاديه كيل كوستوم وراء امبروتي. يعني مؤسسه باريزون قدمنا لوكاتمون ماسيف على مستوى برونت على مستوى ايريس على مستوى فوندو اللي كان البرسنتاج دو بلاسمون لاني 2020 جاوز 55%، وهو خريج التكوين المهني يعني البحث حتى اللي راهم تخرجوا من مستوى الجامعات ومستوى المعاهد تم توجيههم لمراكز التكوين المهني حصلوا على بعض التخصصات التقنيه كانوا زوبيراتور ماشينيست ليكيد وخدموا على مستوى المؤسسات دون دي بوست بارمانون مالغي راه جامعي في انتظار الحصول تاعو على منصب ثناء مشاهده تاعو، لانه حتى المنصب الحالي اللي تم الحصول عليه بمجرد التكوين المهني هو يعني منصب يعني كلي فابسكلي اللي عنده موتيفاسيون صابر ديباساو المينيموم تاعهم 40000 سيكون 50000 دينار اللي من تحت على مستوى الوظيفه العموميه تقدرش تديها. وهذا التحفيز هناك كذلك السيد الوالي كما سبقنا في السنه الفارطه ولايه سطيف هي ولايه نموذجيه من ناحيه تنفيذ البرنامج اللي يدخل في اطار الشراكه بين الجزائر والاتحاد الاوروبي برنامج افات للتكوين وتاهيل مهارات طالبي العمل اللي يسمح بعمليه كونسيان كونزالين تاع الجيني واحد خرج الجامعه ولا فينونس ولا كونتابيلتي ولا تروا ولا كونسيان سبيسيال ولا برومي وكاين سته تكنيسيتي كيما تشوفوا هذه المسطره مع مؤسسه كوميت اللي مختصه في الاندستري تاع السيمي رامورك عند فابريكاسيون تاعهم. كاين تخصص تاع التلحيم موجود على مستوى التكوين المهني لكن السوق الاوتوماتيك ما كانش، وهذه هي مبادره بدات تستقل مع التكوين المهني مع مؤسسه لابرونتيساج في ونيو دو لونتربريز تاع ندير فورماسيون سيت سيت المتربص او الشاب هذا الموجه لان عندنا عروض عمل استخدمتها الوكاله عندنا احتياج ليه صافي ندير لا فورماسيون سير كاف كما قلت لك سيدي الوالي عندنا احتياج عندنا اون كوموند وعندنا التكوين المهني عند الاساتذه الله يبارك عندهم التقنيين وعند الاطارات يعني لاباس بها المؤسسه عندها التقنيه وعندها الوسائل المساعده في التكوين داروا معنا ان شاء الله المبادره وهي انضاء اتفاقيه مع بينهم وبين ان شاء الله الاتحاد نتشرع على سيدي الوالي مع التكوين المهني من اجل الحصول على متمهنين افيك ان نومبر امبورتونس ايليميتي. لكن اليوم بالضبط انا عندنا اكثر من 70 يعني ملحم متخصص جينا من تونس اللي هما الدول الشقيقه، لكن التخصص هذا ما كانش على مستوى وطني مش مستوى استثنائي هنا مستوى وطني سيمي توماتيك باش سيرتي ايدي تامبورا دوك انا عبر الشراكه هذه مع التكوين المهني مع المؤسسه ارتقينا انه بروشين ان شاء الله لا بروشين سيسيون ما تكونش في اريبي تاعهم تونسي ولا ارجي ولا مطيار اللي راهم يجيبوا فيهم راح يكون برودوي تعاونات ستيف يعني 100%. ان شاء الله نضمن ان شاء الله عن التنسيق ومع جميع الشركاء تكون تحكم في سوق الشغل المحلي ان شاء الله.